أهابت سفارة دولة الكويت لدى اليابان بالمواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر من إعصار ترامي الذي اجتاح مناطق شاسعة جنوب اليابان ويتجه نحو الشمال مرورا بالعاصمة طوكيو. ودعت السفارة المواطنين إلى التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليابانية المحلية في حال ارتفاع مستوى التحذير وضرورة التواصل معها على رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الظاهرين على الشاشة لطلب المساعدة أو في حال حدوث طارئ. وتتوقع السلطات اليابانية ارتفاع مستوى التحذير وحدوث رياح قوية وزيادة مخاطر الأمطار الغزيرة. تالي برلمان الإقليمي.